السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أغلى أخوات وأصحاب، يا رب يكونوا بألف خير. أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاث أو الثلاثاء 27/9/2022 فضلا منكم وليس أمر، ننزل نعمل لايك واشتراك بالله عليكم، ما تنسوني باشتراك ولايك في القناة نكبر شوية مع بعض يا جماعة. أسعار الدولار الآن أو أسعار الدولار اليوم هنقولها مع بعض. حاجة أول حاجة نتعرف على أسعار الدولار الأمريكي النهاردة 27/9/2022 الثلاثاء، سجل الدولار النهاردة 0.49 دلوقتي يا جماعة في السوق السوداء اللي أنا بقوله دي مش البنك، دي أسعار السوق السوداء. الريال السعودي سجل النهاردة بإذن الله تعالى 5.18 في سعر الصرف. سجل الدينار الكويتي النهاردة 62.89 في ارتفاع في سعر الدينار الكويتي على مدار اليومين. أخيرا وليس أخيرا الدرهم الإماراتي سجل 5.31 في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 27/9/2022. أشكر حضراتكم جدا، أنا دايما دايما بكون سعيدة وأنا بقول لحضراتكم أي معلومة تفيد حضراتكم، شكرا لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.